العباسية. عباس حلمي الأول، عباس حلمي الأول ابن طوسن، وطوسن ابن محمد علي باشا الكبير، وأمه بلاش كلمة مامته بمبا قادن اللي عملت السبيل الجميل اللي في شارع الصليبة، سبيل بمبا قادن. عباس حلمي فعلا، والله يا جماعة أنا بحلف بالله أنا تعمقت قوي بسببكو، أنا تخصصي أيوب ومملوكي، أعشق المماليك، ولكن بدأت الأيام دي أحب العثمانيين بسبب العيال دي، الولاد دول ولادي وعصر محمد علي، بدأوا يسجلوا معايا ماجستير ودكتوراه عن عصر أسرة محمد علي. فعلا عملوا العمايل وكانوا بيحبوا البلد حبا جما، أنا بكلم بأمانة حبا جما. هذا الرجل اللي هو عباس حلمي الأول كان مصاب بالأرق، وكان مصاب بمرض صدري زي الرابو، عارفين يخرج يروح فين؟ كان ينزل من القلعة. خلي بالكم مقر الحكم كان فين؟ في القلعة محمد علي. مقر الحكم استمر عصر محمد علي وولاد محمد علي وأحفاد محمد علي لغاية الخديوي إسماعيل 1874، نقل لما بنى قصر عابدين ولية عند عابدين، كلمة برضو من أين جاءت عابدين. خلاص معايا حضراتكم؟ طيب الرجل ده كان مصاب بمرض صدري، يعمل ايه؟ كان ينزل ويروح الريدانية، منطقة جافة، الأطباء قالوا له ايه؟ خلي بالك ده صحراوية مش زراعية، منطقة جافة، قال لك الأمراض الصدرية لغاية دلوقتي، يقول لك روح منطقة ما فيهاش رطوبة، ما فيهاش مش عارف ايه، روح في منطقة، فكان يروح لمنطقة جافة، المنطقة الجافة دي ايه؟ صحراء الريدانية اللي هي دلوقتي العباسية. وأمر عباس حلمي الأول سنة 1828، شوف من أيام مين؟ من أيام محمد علي جده، شوفوا محمد علي بدأ العمران في هذا المكان وهو صغير السن عشان المرض الصدر اللي كان مصاب به. ولما تولى الحكم، بص بقى، لما تولى الحكم صار البنيان في هذه المنطقة، فعرفت المنطقة باسم ايه؟ باسم العباسية، لان كان فيها سكن للعساكر ومستشفيات ومتنزهات والاخر، واخرهم المستشفى الخاصة بالامراض العقلية برد، نعم، والمستشفى الصدر طبعا، مستشفى الصدر ده هي الاساس، ومستشفى الامراض، نعم يا شريف. لا هو اتقتل بس انا مش متذكر بصراحة. نعم والله، روح اسأل بقى، روح شريف، شريف شريف، روح طلع الدفاتر، روح بص، روح طلع الدفاتر، وش اتقتل 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 اتقتل. بعد كده قلت لكم ايه هقول لكم عليها؟ عابدين، حي عابدين. حي عابدين سمي بهذا الحي نسبة إلى منطقة شاسعة تم بناء فيها قصر وجامع اسمه جامع الفتح، واللي بناه نقيب العساكر في العصر العثماني في القرن 17 الميلادي، عابدي بك، شوف عابدي بك، بنى قصر وبنى جامع سمي بجامع الفتح، الجامع لا يزال موجود، والقصر تهدم وهو ده اللي اقيم عليه ايه؟ قصر عابدين. وشوف انا لما بقول الناس دي جميلة، لان بقف عند مجموعة من الحالات منها هذا القصر، يعني شوف القصر ده بتاع مين؟ واحد اسمه عابدي بك، شوف للتسهيل قال لك قصر عابدين، هي من عابدي اسمه عابدي بك، ومن مكان على طول الخديوي اسماعيل، وسهل جدا يقول لك قصر الخديوي اسماعيل. بص بص علشان الارض دي كانت ملك الزوج الارمني عابدي بك، وايه اللي يشتريها من
لو بص انا برضو بص بصي بفرمان القصر زي ما بيحصل قصر الخديوي اسماعيل سهل جدا شوفي انما هنا التمسك جمع الرفاعي جمع الرفاعي ما تبناش ليه ما تقالش ليه شوف الضخم ده ما تقالش ليه جامع خشير هانم ما تقالش ليه جامع الخديوي اسماعيل ناس ما بتحبش الاغتصاب الاغتصاب الملكي مش هممها هي همها ان هي عملت ايه طبعا كلكم عارفين الطرق واول اخره بمناسبه هذه القصر عابدين هرجع ورا بكم عند السيده زينب كده وبالظبط وانت في شارع بورسعيد على ايدك اليمين وانت رايح المتحف الفني الاسلامي عند منطقه ضرب الجماميز جميز الجماميز وراها كده قبل الحلميه الجديده اللي هي ليالي الحلميه الحلميه شارع الحلميه كانت هناك في بركه اسمها بركه الفيل ومشهوره لغايه دلوقتي انها الشارع حتى هناك في شارع اسمه شارع بركه عارفين المستشفى بتاعه الامراض الجلديه اللي هي بتاعه اسمها الحوض المرصود بالظبط وراها على طول بالظبط كان هناك بركه اسمها بركه الفيل ومن اين جاءت التسميه تخيلوا الفيل من ايام الدوله الطولونيه ايام احمد بن طولون لا الرجل كان جميل احمد بن طولون انما ولاده واحفاده هم السبب في انهيار الدولة الطولونية خمارة ويه انا دايما بسميه حمارة ويه خمارة ويه كان رجل يحب اللهو كان رجل يحب الاسراف كان دماغه شريف الفلوس اللي ورثها من ابوه احمد بن طولون عمل بها ايه كان بيصرفها في السفه للاسف الشديد صرفها على الجهاز بتاع بنته قطر الندى عشان يجوزها لبنت لابن الخليفه العباسي وفي الاخر الخليفه العباسي اعجب بجمالها فتجوزها هو انتوا معايا حضراتكم صرف ملايين الدنانير هذا الرجل اللي هو خماروي ده مش كده وبس وبنى حديقه للحيوانات جمع فيها المئات بل الالوف من الحيوانات الاليفه والمفترسه ومنها بيت للفيل كان يشرف او يطل على هذه البركه فعرفت باسم بركه الفيل من ايام خماروي على فكره البودي جارد بتوع خماروي كانوا اسدين يعني كان يمشي كده مش بودي جارد بني ادم لا كان باسدين واحد على يمينه وواحد على شماله ومحدش يهوب لهم و24 ساعه وكان هنا الحراسه بالتناوب وقت النوم واحد يصحى وواحد ينام وهذا اذا دل فانما يدل على قوه الترويض لهذه الاسود الحلميه ليالي الحلميه والحلميه الجديده وشارع السيوفيه من السيوف وبرضه الحلميه هنا تنسب الى العباس حلمي الاول ابن طسون يبقى العباسيه تنسب لعباس حلمي اهو الاسم مركب على عباس حلمي والحلميه تنسب لعباس حلمي من الاسم الثاني اللي هو الحلميه طبعا اسماء ومسميات كثيره زي ما انا قلت لكم في حاجتين متشابهتين ودول اللي هنهي بيهم المحاضره ايه الحاجتين المتشابهين في شارع اسمه شارع السيوفيه اللي هو فيه مسرح الدراويش او السمع خانيه وقصر الامير طاز وفي شارع اسمه شارع سوق السلاح اللي ورا جامع الرفاعي شوفوا خلي بالكم سواء شارع سوق السلاح قريب من مقر الحكم في القلعه السيوفيه مقر قريب من مقر الحكم ايه في القلعه ايه الحكايه شارع سوق السلاح كان بيتم فيه صناعة ومبيع كل أنواع الأسلحة حتى بس خلي بالكم حتى العصر العثماني بس الأسلحة إيه؟ اليدوية اللي هي المصنوعة من المعدن السكاكين والسيوفية الأسلحة مش الأسلحة اللي هي النارية لا الأسلحة اليدوية اللي تستخدم في القتل أو ما شابه ذلك شوف خلي بالكم نيجي بقى للشارع الثاني كان متخصص اللي هو شارع ايه
السيوفيه، فده كان متخصص لانتاج السيوف. وشارع السيوفيه زي ما حضراتكم عارفين ده امتداد للشارع الاعظم بتاع شارع المعز اللي بنقول عليه شارع المعز او الشارع الاعظم، اللي فيه اهم اثرين ممتازين جدا يا جماعه، اللي هو مدرسه الامير سنقر السعدي اللي هي التكيه المولويه اللي هو مسرح الدراويش، وفي قصر الامير طاز الجميل الرائع اللي بيرجع للعصر المملوكي البحري. لو وصلنا المسير للشارع الاعظم وهنروح كده جنوبا لغايه السيده نفيسه، ودي الجوله بتاعتنا يا هويده اللي كانت المره اللي فاتت. في بعد شارع الصليبه في شارع الركبيه وده جاي من المركبات او الركوب. بعد كده في السيده سكينه اللي هي ابنه الامام الحسين. السيده سكينه هنخش في الشارع المشهور باسم شارع الاشرفيه نسبه للاشرف خليل، وفي روايه اخرى بيسمى بشارع الخليفه او شارع الخلفاء نسبة الى الخلفاء العباسيين اللي جابهم السلطان الملك الظاهر بيبرس، وبينتهي بينا المطاف عند ميدان السيدة سكينة اللي مؤكدة انها جاءت الى مصر ودفنت في مصر. السيدة نفيسة جاءت الى مصر ودفنت في مصر وتعلمت في مصر وعلمت في مصر. والسيدة سكينة هي بنت حسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الإمام الحسن، ابن الإمام الحسن، وليست لها صلة بالإمام الحسين. بقول ابن الإمام الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء. أشكركم وإلى أن نلتقي في جولة أخرى، وأي أسئلة يا إيمان تحت أمركم، تفضل. الايه؟ قصر العيني نسبة طبعا لأمير، انت عارفة في مدرسة خلف الجامع الأزهر بناها الأمير بدر الدين العيني في مدرسة جنب بيت الهراوي وبيت الست وسيلة، في جامع كده ومدرسة، ايوه اللي على ايدك اليمين دي بدر الدين العيني، وده أمير من الأمراء الجراكسة في القرن التاسع الهجري الخمستاشر الميلادي. الرجل ده بنى قصر على بحر النيل سمي بقصر الأمير بدر الدين العيني. القصر ده تحول إلى إسبيتاليا في عصر محمد علي، خليك معايا، في عصر محمد علي، وخد نفس الاسم إسبيتاليا قصر الأمير بدر الدين العيني. فينه ايه دلوقتي؟ مستشفى قصر العين الجديد الفرنساوي، مش القصر العيني القديم، لا. يبقى هو كان مبنى على ايه؟ كان على الفرع، عارفه الفرع بتاع النيل اللي هي اللي قدام البرنس، مكانه بالظبط. وانا حضرت بنفسي مستشفى الفرنساوي ايام الرئيس ميتيران اللي هو الرئيس الفرنسي الاسبق، واحنا بيحفرهم او الناس بتحفر لقوا اطلال وبقايا قصر بدر الدين العيني. تخيلي اطلال وطلعوا حاجات حديديه وعملات ومش عارف ايه، فقال لك يا جماعه ده مشروع قومي. دايما هنا النزعه القوميه بتزيد، لان فعلا كانت اطلال زي مستشفى 57 وهم بيبنوا المستشفى لقوا اطلال مدينه العسكر، قال لك لا ابني المستشفى اولى. فالمستشفى الاصل العيني الفرنساوي اولى ومستشفى الاطفال اولى. ها نعم، لا القديم اتبنى، اتبنى قبل الثورة. نعم، لا اقول لك تاني شريف، ركز معايا شريف، كان في القصر القديم اللي هو قسم البطن، عارفه اللي هو قدام ابو الريش، اللي هو عارفه الفرنساوي اللي لونه الماضي لونه طوبي. الجديد بقى اللي عنده كلية السياحة ده القصر الجديد، ده الجديد، القديم هو اللي أنا بتكلم عليه، القديم هو الفرنساوي. أصبح دلوقتي يقول لك لا الجديد اللي هو الفرنساوي، إنما بلغتنا إحنا لا، الجديد هو اللي قدام كلية السياحة. أيوه نعم، هو
كانت ارض زراعيه على فكره، من نفس الست اللي اتبرعت بجامعه القاهره، بنت الخديوي، نعم، الاميره فاطمه، وهي اللي اتبرعت باقامه القصر الفرنساوي، القصر العين الجديد. في اي اسئله تانيه يا جماعه؟ قولي يا ايمان، قولي. في اسئله؟ ماله؟ بصي، لا، منيا من المنيا، ودي زي مناطق زراعيه، زي منية النصر، منية مش عارف ايه، زي مساحه اراضي زراعيه. الفاطميين لمصر يعني ما كانش في نظام زي جيش مثلا، هل دخلوا بمحبه ال البيت وقدروا يستولوا على الفاطميين؟ لا، دخلوا بحرب. ولا دخلوا بحرب؟ لا، دخلوا بحرب، بس في فتره مصر كانت في حاله سيئه سياسيا واقتصاديا، وكانت في مجاعه. هم اولاد ابلسه استغلوا سوء النظام السياسي، لان كانت في دوله اسمها الدوله الاخشديه. بدأت الدولة الإخشدية تضعف في نهايتها، وفي نفس الوقت بدأ النيل ينخفض، وبالتالي انتشرت المجاعة. فاستغل الفاطميين السياسة والاقتصاد ودخلوا مصر، عشان كده ما كانتش هناك مقاومة جديدة تقاوم هؤلاء استولوا على الإسكندرية بسهولة، وفي نفس الليلة وصلوا إلى الفسطاط والعسكر والقطائع. وصلوا عن طريق بحر يا دكتور ولا بقى؟ الاثنين، بري وبحري، تخيل، سفن وبري. في اسئله تانية يا شباب؟ افخر استوبي ليه، وان شاء الله نتقابل ان شاء الله باذن الله في محاضره قادمه.